مدير التربية في حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني. صباح الخير وكل عام وأنت بخير أستاذ مصطفى. صباح النور وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. بالبداية خلينا نحكي كلياتنا يمكن بتاريخ 6 شباط إلى اليوم، ما عم نقدر يمكن ننسى هيدا التاريخ قديش كان له أثر وجع كتير كبير على كل السوريين وخصوصا المحافظات المنكوبة إن كان حلب واللاذقية وحما. خلينا اليوم نحكي عن الآثار اللي خلفها الزلزال في القطاع التعليمي، وبنعرف كتير من المدارس اليوم تحولت لمراكز إيواء، فجهود كتير كبيرة عم تقوموا فيها اليوم بمديرية التربية لا فعليا تقدروا تكونوا موجودين بجميع المراكز. شكرا لك على هذه المقدمة الرائعة. بداية أتقدم بأسماء آيات الاحترام والتقدير لجميع الزملاء المعلمين والزميلات المعلمات على امتداد مساحات الوطن لعيدهم السنوي عيد المعلم. وكما ذكرتي تزامن هذا العيد مع جهود عظيمة قدمها كل المعلمين لتجاوز الآثار السلبية الكبيرة النفسية والمادية التي سببها الزلزال المدمر الذي أصاب سوريا بالكامل، ومحافظة حلب كان تأثيره نوعا ما أكبر من باقي المحافظات. صحيح. بداية منذ اليوم الأول للزلزال كان مديرية التربية كجزء طبعا من محافظة حلب قامت بواجبها الإنساني والوطني المنوط بها. بداية كانت الأولوية إنقاذ، شكلت فرق لمساعدة المنقذين لنحاول إنقاذ المتضررين الذين سقطت منازلهم. وبالتزامن مع هذا الإجراء فتحت جميع المدارس أبوابها لاستقبال أهالينا المتضررين كما ذكرت الذين فقدوا منازلهم أو تصدعت منازلهم. فبداية 121 مدرسة استقبلت حوالي ما يقارب 70,000 مواطن لجأوا إلى مدارسنا للاحتماء بها. ضمن مستودعات مديرية التربية كان حوالي 4,000 سفنجة و4,000 حرام كنا نحتفظ بهم، لأننا سنويا نستقبل طلاب مدينة منبج الخارج عن السيطرة لتقديم الامتحانات. فكانت هذه المواد مخزنة بمستودعاتنا، تحركت مباشرة سياراتنا مع عناصر الجاهزية وعناصر شعبة الخدمات لتوزيعها على هذه المدارس. ومن ثم اتجهنا كان إلى مهمتنا الأساسية وهي إعادة بالبداية إحصاء الأضرار للمدارس، ما أصاب مدارس حلب من أضرار سواء عمرانية أو حتى في الأثاث، أيضا تعرضنا لضرر كبير بالأثاث في المدرسة. طبعا حوالي 80% من المدارس تضررت، ما بين ضرر خفيف ومتوسط إلى أضرار شديدة أصابت حوالي 26 مدرسة. أما باقي المدارس كلها كما ذكرت من أضرار بسيطة تتعلق بالأثاث المدرسي أو بالنوافذ والأبواب إلى أضرار متوسطة تتعلق بالعمران بالسياج المدرسي أو بتصويرة السطح أو بالحجر السوري اللي ملبسة به أغلب الجدران. نعم يعني أستاذ مصطفى وحضرتك عم تحكي عن سلامة الأبنية، هذا كان جزء كتير مهم وضروري الكشف على كل المدارس اللي كانت موجودة بحلب، سواء اللي كان الضرر فيها واضح أو مثل ما قلت في بعض الأضرار اللي كان من الممكن التعامل معها. هل انتهت مرحلة تدعيم المدارس وأيضا خلينا نقول أصبحت كلها مستعدة، والمدارس عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة إذا فينا نقول؟ تماما. طبعا في البداية بعد الكشف الحسي البصري من قبل مدير المدرسة والموجه المختص لاحظنا أن هناك أضرار تحتاج إلى كشوفات هندسية، فتم بالتنسيق مع محافظة حلب تشكيل لجان هندسية مؤلفة من مهندسين استشاريين من نقابة المهندسين ومهندس أيضا من مديرية الخدمات الفنية ومهندس من دائرة الأبنية المدرسية. تم تشكيل 5 مجموعات عمل وتم فحص جميع الأبنية في المدينة والري وتم تحديد المدارس الممكن مباشرة العمل فيها مباشرة أو المدارس التي تحتاج لعزل الأخطار وصيانات خفيفة وللإقلاع بها. طبعا كما ذكرت لدينا 26 مدرسة كانت أضرارها كبيرة جدا، هي نظامها العمراني قديم حصلت فيها بعض الانهيارات بعض التشققات الكبيرة، هذه تحتاج حقيقة لأعمال صيانة وتدعيم خاصة. عملية التدعيم تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى دراسة علمية
قبل البدء بعملية التدعيم الإنشائي. أما باقي المدارس، باقي المدارس وعددها 265 مدرسة ضمن المدينة وحوالي 200 مدرسة ضمن الريف، تمت إحالتها إما إلى دائرة الأبنية المدرسية أو شعبة الخدمات الفنية. أيضا لدينا شعبة الخدمات ساهمت وبشكل كبير لإعادة ما يقارب 70 مدرسة إلى العملية التعليمية من خلال عزل الأخطار. عزل الأخطار نقصد بها كان هناك بعض السور مثلا أو الحجر الصوري التلبيس يؤثر في يشكل خطورة، تم إزالة كل الحوائط المتشققة، حائط متشقق إزالته، إزالة الأنقاض، وتم إحالة المدرسة لدائرة الأبنية المدرسية، وبالتزامن تم إطلاق العملية التعليمية بها، لأننا إذا سننتظر حتى نهاية الصيانة فهذا سيستهلك وقت طويل. قمنا بإجراءات أمان وحماية بحيث نقوم بعزل الأخطار وإزالة الأنقاض ونطلق العملية التعليمية في المدرسة، وتتم مباشرة إحالتها إلى دائرة الأبنية المدرسية أو مديرية الخدمات الفنية أو المنظمات الشريكة التي أبدت أيضا استعدادها للمساهمة بأعمال الصيانة. حوالي 250 مدرسة حاليا فيها أعمال صيانة ما بين أبنية مدرسية وما بين منظمات شريكة وجمعيات أيضا من ضمن المجتمع المحلي تجري فيها أعمال الصيانة بالتزامن مع العملية التعليمية. طيب استاذ مصطفى، اشرت لنقطه كثير مهمه، يعني نحن عم نحكي عن 250 مدرسه اليوم ضمن عمليات الصيانه وايقاف العمليه التعليميه، هون الاجراءات الاسعافيه لسير العمليه التعليميه كيف عم تكون؟ خلينا نوضحها، يعني صوتك ما كثير كان واضح، كيف عم يتم استمرار العمليه التعليميه بالمدارس اللي تم ايقافها لعمليه الصيانه؟ كيف يعني المدارس، بنعرف بعض المدارس تحولت مثلا من صباحي لمسائي، كيف رح يتم التعامل مع الطلاب اللي فعليا هن توقفوا لفتره واستمروا بالعمليه التعليميه؟ تماما، كان هناك عده خطط. في البدايه كما ذكرت نركز على معلومه انه في مدارس حاليا، فيها دوام وتجرى فيها الصيانه، لان اغلب الاعطال، اغلب الاضرار وقعت اما بالسور الخارجي او بتصوينه سور المدرسه السطح الاسطحه أو بحجر التلبيس من الخارج، فهذا لا يؤثر لا تؤثر أعمال الصيانة على سير العملية التدريسية ضمن المدرسة. فهناك ورشات تعمل على إعادة الحجر الصوري مكانه والسور مكانه، والعملية التعليمية داخل الصف منطلقة. الخطط الأخرى، كان لدينا بعض المدارس كما ذكرتي تحتاج إلى إيقاف العملية التعليمية فيها، لأن أعمال الصيانة فيها ممكن أعمال الصيانة تشكل خطورة على الطلاب، فاضطرينا للانتهاء من أعمال الصيانة أولا ومن ثم إطلاق العملية التعليمية بها. فكان هذه المدارس إما أطلقناها بنظام فوج ثاني في مدارس قريبة أو حتى اضطررنا بعض المدارس، لأن لدينا أيضا حاليا حتى هذه اللحظة لدينا 74 مدرسة مستخدمة كمراكز إيواء بالإضافة إلى المدارس الخارج عن الخدمة. يعني لدي ما يقارب حاليا 150 مدرسة ما بين صيانات متوسطة هي متوقفة العملية التعليمية بها، ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء. الحل كان إما بإطلاق فوج ثاني في المدارس التي هي بالأصل فوج واحد، أو فوج ب أسميناه فوج ب، وهي بعض المدارس اضطررنا لأن تداوم أيام الخميس والجمعة والسبت حتى لا نحرم طلابنا من حقهم في التعليم. فبعض المدارس كبناء مدرسي داومت به ثلاث مدارس، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء تداوم مدرستين بفوجين، وأيام الخميس والجمعة والسبت تداوم مدرسة أخرى، بحيث تمكننا من تغطية ما يقارب 85 إلى 90% من الطلاب ومن أبنية مدرسية قريبة من مدارسهم. يعني بدنا نقول لكم يعطيكم العافية مرة تانية، وقبل ما نختم حديثنا معك أستاذ مصطفى، كلمة بتحب توجهها اليوم لكل المعلمين بكل الجمهورية العربية السورية؟ طبعا أتوجه لكل زميل معلم ومدرس وإداري وقف في هذه الظروف القاسية وفي هذه المحن واستمر بأداء رسالته السامية وتقديم دوره في بناء الأجيال وصناعة الإنسان، أتقدم له بأسمى آيات الاحترام والتقدير والتبجيل. كما ذكرت ظروف قاسية جبرت بعض المعلمين على مغادرة منازلهم سواء بالحرب القاسية الظالمة أو بالزلزال الذي أصاب محافظة حلب،
ولكن استمر معلمونا وبأقصى الظروف والمحن بأداء رسالتهم السامية، لهم منا كل التقدير والاحترام. تحية لأرواح الشهداء الأبرار، سواء من قضى بالحرب الظالمة كما ذكرت أو بالزلزال، والتحية الأغلى والأجمل لقائد مسيرة التعليم في سوريا السيد الدكتور بشار حافظ الأسد، ولكم منا جزيل الشكر. أكيد بدنا نشكرك بالختام مدير تربية حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني، بدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير وشكرا كثير لك.